حياكم الله متابعينا في قناة هاوي عدد. اليوم عندنا مراجعة جديدة عن جهاز الصنفرة أوسوليتنج سبندل ساندر. راح نتكلم عن الجهاز والملحقات اللي معاه. هذا الجهاز عندنا، وعندنا الطاولة اللي تجي مع الجهاز، وعندنا القوالب أو الصنفرة الأسطوانية. عندنا ثلاث مقاسات، هذا المقاس الكبير 3 إنش إلى مقاس 1/4 إنش، في أكثر من مقاس طبعا بينهم. وعندنا هذه القوالب أو القواعد اللي تركب حول الصنفرة. عندنا هذه 45 درجة جاي بشكل طولي، عشان لما نميل الطاولة تميل الصنفرة وتكون في مجال انها تركب أو تدور. وعندنا لكل مقاس فتحة. وعندنا برضو هذه الستاند المقاسات الريش الاسطوانية نفسها. عندنا 6 مقاسات، وعندنا هذا الستاند عشان نركب في هذه القواعد تركب على الجهاز. عندنا ايضا القفل، هذا القفل عشان نقفل زر التشغيل. وعندنا ستوب، زر ستوب نركبه عليه ان شاء الله الحين، وراح نبين لكم التفاصيل بالتركيب. اول شيء هذا الجهاز مثل ما طلع من الكرتون، بس اضفنا عليه سبندل. راح الحين نبدا بتركيب زر الايقاف عن طريق الكابس. بهذه الصوره ركب الزر، وعندنا مفتاح الامان عن الاطفال يركب بهذه الطريقه، وفي سبرينج جانبي يركب وكذا. ما يشتغل الجهاز لو ضغطنا على الزر، لما فكه راح يشتغل. بعد كذا نركب الجهة اليمنى والجهة اليسرى ونوريكم الطريق. الخطوة الثانية عندنا هذا الستان أو الجناح، عندنا خيار نركبه يمين أو يسار الجهاز. أهم شيء نتأكد من المقاس يكون بشكل واضح، وهذا القاعدة لتركيب السبندل. عندنا 3 بلوط، نركب السبندل بهذا الشكل لكل مقاس. هذا 2 إنش، هذا 1.5، 5/8، عفوا هذا 5/8. طبعا مو كلها تجي راكبة، انت تركبها. طبعا الصغير يفرق التركيب والكبير يفرق. ننتبه للاتجاه عند التركيب، نحاول ناخذ هذه راكبة وجاهزة ونطبق اتجاه التركيب نفسها بهذا الشكل. نفتح هذه وننزل، نفتح هذه المشد بالأسفل، سكروب مربع ننزلها، بعدها نرفع عليها ونشدها. هالشكل تكون جاهزة. الخطوة اللي بعدها نفس ما سوينا بالجهة الثانية، نركب الستاند أو الحامل نفس الطريقة أو أي اتجاه، ما في اتجاه معين. نركب قواعد هذا الشكل، إذا حبيت تسوي ميول للطاولة عندك هذا المقبض ترخيه مع الجانب الثاني نفس المقبض، ترخيه وتميل الطاولة. عندك هنا نسبة الميول، بعد كذا تثبت. ومن المهم انك تحط قاعدة الميول، هذه القاعدة وفي قاعدة صغيرة، بعد كذا تميل الطاولة. اخر خطوة في تجميع الجهاز نركب السبندل. عندنا 3 مفاتيح، 2 مفاتيح مقاس 17 هي للتركيب. طبعا مثل ما قلنا السبندل التركيب دوران عكس اتجاه يركب السبندل. اخذ مقاس 17، واحد فوق واحد تحت، واحد على التشوك، ركب على التشوك، بعد كذا ركب على السبندل وشده بهذه الطريقة، وكذا يكون جاهز. نبدأ بتركيب القاعدة للجهاز. نبدأ بتجميع الطاولة، نبدأ بتركيب الأرجل. تركيب الرابلة أول شيء عن الاهتزاز،
نركبها بهذا الشكل، نحط واشر، نحط صمولة مقاس 10، مفتاح موجود اللي مع الجهاز نفس المقاس ونشدها كذا. نركب باقي الأرجل نفس الطريقة. الحين نبدأ تجميع الأضلاع. نبدأ بالأضلاع اللي تحت، عندنا البولت مربع نركبها تحت عشان ما يدور. بعد كذا نركب الظل، نركب الواشر الكبير، بعدها نركب الواشر الأسود القفل، ونركب الصامولة كلهم بنفس الطريقة. راح نوريكم لما ننتهي من التجميع. هذا الضلع اللي فوق راح يكون الجهاز راكب عليه، ونركب الجنب الثاني بنفس الطريقة. كذا ركبنا الجنب الأول، نجهز الجنب الثاني، بعد كذا نجمع الجنبين مع بعض بهذه الطريقة. طبعا البلوط يكون ممسوح من برا، والأضلاع تكون من داخل، والعمود كامل برا. الجنبين الحين نجمع ما بين الجنبين عن طريق الأضلاع نفس الطريقة. نركب البلوط أول شيء تحت، نفك الأرجل اللي على نفس الجهاز عشان نثبتها على الطاولة. الحين خلصنا تركيب الجهاز بشكل كامل، وراح نجرب الجهاز. عندنا هذا ركبنا الطاولة مع زر التشغيل مع الستند الجانبي بالجهتين مع السطح مع الساندر نفسه، والحين نجرب الجهاز. هذا زر التشغيل، صوت الجهاز جدا بسيط ما في اي خشونة. طبعا في مخرج لشفط الغبار او النشارة بالخلف. مثل ما شفتوا هذا الجهاز بشكل عام، وريناكم طريقة التركيب وطريقة تشغيل الجهاز واستخدامه. طبعا في اكثر من استخدام، لكن هذا بشكل سريع، وفي اكثر من مقاس جربنا اكبر مقاس. اذا عجبكم الفيديو سووا اشتراك على القناة وفعلوا الجرس، راح تشوفون فيديوهات اكثر عن اجهزة اكثر، وشاركونا بالتعليقات واللي تبونه اسفل الفيديو. يعطيكم العافية.